لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، رب العرش المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل أجمعين. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إنه الحج، إنه الفريضة التي فرضها الله على المستطيع، وهو العيد، عيد الأضحى المبارك، وهو يوم الحج الأكبر، فرحة بعد طاعة، وشكر على نعمة وعلى توفيق لعباده. الفطر عيد بعد صيام الشهر المبارك، والأضحى عيد بعد الحج إلى بيت الله الحرام. وكل عيد لنا هو عيد سعيد كبير مبارك، هو يوم شكر ويوم فرج، يوم لنعظمه شعيرة من شعائر الله، هو بهجة المؤمنين وحمد الصالحين وراحة المحزونين وجلاء كربة المهمومين، هو يوم الصلة والصدقة والمواساة والتزاور والتباذل والإحسان والتسامح، يوم تجتمع الأمة فيه على معاني التراحم والتآخي، عبادا لله دينهم واحد وكتابهم واحد خلف النبي الماجد محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة التي كرمها الله في كتابه بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أمة عظيمة بعظمة أتباع نبيها عليه الصلاة والسلام، وشريفة بشرف قائدها، مهما اعترضها عقبات ومهما أصيبت في دهرها من نكسات ونكبات، أمة مدعوة اليوم لتجمع أمرها وترص صفها أكثر من أي يوم مضى، ومدعوة لتتمسك بالدين الحنيف على منهجية الاعتدال والتوسط، ولنبذ كل تطرف بين إفراط وتفريط، مدعوة بكل حزم لنشر العلم الشرعي والهدى النبوي بين الشباب والشابات والنشء الصغير، استعدادا لمواجهة الحملات التشويهية والتزويرية التي هيئت وتتهيأ لتمزيق صفوفها وهدم بنيانها مرة بشعارات مموهة تلبس لبوس المسلمين، ومرة بشعارات فضفاضة عنوانها انفتاح وتحرر، وحقيقتها فساد وانحلال في السلوك والأخلاق. في العيد المبارك ندعو كل أهل الخير
في بلاد الله الواسعة إلى الاجتماع على الحق والاعتدال، ليكون الصرح قويا بالحق والحصن منيعا بالعلم والوعي. فكل ما حولنا ينذر ويحذر من مؤامرات ومكايد وأخطار لا قبل للناس بمواجهتها منفردين منعزلين. يكفي الواحد منا أن ينظر إلى ما فقدته الأمة من أرض وحقوق وأرواح، والأمر على هذا المنوال لم يقف. فمتى يقف؟ ومتى نتوحد؟ ومتى نستعد؟ ندعوكم ويدنا ممدودة لكل تعاون وتآلف واتحاد على خير، وخصوصا فيما يرجع بالعزة لبلادنا ووطننا لبنان. ندعوكم لرعاية مصلحة الشعب وكرامة المواطن وتأمين الحاجات الضرورية، ليبقى أهلنا متمسكين بالوطن، متشبثين بديارهم، محافظين على ما بقي فيه من جمال وصلاح وخير ورشاد. هنيئا للأمة بعيدها رغم الأحزان، فالفرحة بالعيد فرحة بشكر الله وعبادته، وليس فرحة اللهو والغفلة والغرق في الشهوات والملذات. هو فرحة بالانتماء إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم في الأضحى المبارك يا أهلنا في كل بقاع الأرض. هنيئا للحجاج تلبيتهم ودعاؤهم وتهليلهم وتكبيرهم. هنيئا لكل من جعل العيد طاعة وأوقات العيد عبادة. تقبل الله طاعاتكم وغفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير.